بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نعود إليكم اليوم مع مكرمة جديدة في برنامج مكارم الأخلاق، واليوم حديثنا إن شاء الله تعالى عن الربا وعن الرشوة، هذا المرض الذي للأسف استشرى في عالمنا العربي والإسلامي، مع أن اليوم تقاس شفافية الأمم وتقدمها بقياس مهم جدا في قياس المجتمعات البشرية، في أن المجتمع العربي أو المجتمع العالمي يبحث عن أساليب للشفافية يكون فيها المجتمع في الرشوة وفي الربا، بحيث وخصوصا في مسألة الرشوة في المجتمعات المتقدمة أو في المجتمعات الغربية أن يكون هناك أقل نسب من نسب الرشوة. أما مسألة الربا فهو النص تحريميا، والآن دراسة موجودة في بريطانيا تتكلم عن المصارف التي تتحدث عن عدم وجود الربا. طبعا أيها الإخوة والأحبة في الله، سنذهب إلى روبرتاج أعده الإخوة المعدون للبرنامج، ثم بعد ذلك نشاهده سويا، ثم بعد ذلك نعود حتى نتحدث عن رؤية الشريعة الإسلامية للرشوة والربا، فلنتابع معا. الله يقدرك. مصلي من الرد عبك طح وجوقع في ضربة. هكذا. راني مغبون في مبلغ. مش نقول لك تا صاحبي أخويا اللي تعاوني. يا وتربي ونعاهدك مور العرس بإذن الله نديرو ورقة تحب عند النوتر وين تحب نديرو ورقة ونرد لصاحبي. سيدي علي فهمني مليح، أنا وش راح نقول؟ أوكي. أنا كان عندي مبلغ عاودت به الحانوت. رقت أموري صدقني غير راني أعزير. بصح تايك فين خويا ونعزك. نبرونشيك مع واحد يري قال لك قاع امور والله غير احسن كونديسيون ايه ما تحشمنيش معاه حاجه باينه يعطيني واش كنت نديروا لا داس مول العرس. هذا الانسان اسمعني مليح نفهمك كيف ايه هذا الانسان ريقلو صح ثقه في الوثيقه صح هكذا سي بيان سيغ ما انا مش حنخرج عليه طريق نفهمك سيتياسيون يقضي لك امرك انت عندك منين تريقل امورك من جهه واحده اخرى مور زواج يفتح عندك خدمتك كذا يا تنجب تكوفري المبلغ هذا اللي تحوس عليه ان شاء الله شوف نديك ليه ايه هذا الانسان عنده دراهم واش تحب يعطيك صح انت عندك كارنيت شاب بيان سور صح تعطي له شاك شاك بلون اوكي يعطيك المبلغ اللي تحوس عليه ايه شحال بخصوصاتي ب 50 هكذا تقدر تقول 50 فيها ندير بها نحل بها 50 دوك السيد هذايا كي نعطي له الخمسه كي يعطيك الخمسين هذه وانت هي شحال الوقت باش ترجعها له ايش نقول لك نقدر مول العرس شحال هكذا بالك دير روحك في ليت ساعه دمو هذا الانسان انا مضاني نتعامل معاه كيف نتعامل معاه يسلف لي دراهم يسلف لي فور اكزامبل يسلف لي 50 ما كاينش كيفاه دمو وال50 عندي دراهم وبرا ترجع له 50 امبوس كيفاه ممكن فهمك مليح يعطيك 50 صح يعطيك واش تحب يعطيك ايه بصح 50 هذه تردها له ما ينش عارف بالك 60 بالك 65 الى ديباسيت ديلي بصح صلي على النبي هذه تدخل في الربا لكن الربا لا والو يا خويا كيف هذا نتعامل معاه خذ رايي تسلك امورك ما كاش ربا فيها هذه اسيغ بلي سيري سيرتان انا مضاري نتعامل معاه وسقسيت ناس قالوا لي مريقلة ما كان لا ريبا لا وين سمعتني 50 رد له 10 ماشي ريبا ترد له 10 فوق ال 50 10 بيان سور فوق ال 50 بالك 10 بالك 15 وإلا ديباسيت الوقت هذيك تاع دو موا تزيد السوم ثاني كتزيد هذه هي الخدمة لا يا خويا دوك السيد لو كان هذيك ال 50 تاعو يديرها طابلة كاو كاو
يفيد منها. يا خويا ما كاش مشكل، قلت لي تما شريبه انا مانيش عارف مين نصفي نيتي معاك. هذا الشعار تاعو هذا مول دراهم اللي يسلفهم، وشنو هو يقول لك؟ انا عندي دراهم صح انايا حوز بالفايده. لا لا انا هذوك الدراهم باني عليهم، باين عليهم دالر باش نجبدهم ونعطيهم لك، لازم نريبوا هذيك الدالر صح ومن بعدين عاود نبنيها صافي تتخلص هذاك حق البنيان وحق الروطار هكا. يا ما كان لا ريبه لا والو يا خويا، سلك امورك نديك ليه اقضي اصلاحها معاك وتتيسى على بالكم باللي صح. من بعد تعاود تلفوني انا رجلي سي بون، خذ راي طلعوا لي قريب بعيد سي بون، روحوا سي رجلي كوفري لي دات تاعك من بعد سي بون سي بون سي بون، عندي دو موا مور العرس رجلو امورنا ونعطيو له. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أو صاحبي هاي شوفك هاي. ما شوف الصباح يا باش. الله ماني جون من نات الله لي فارغة تمشي فيها، خرج لي المطار من لي خو زير لي تعطيني كواقة من المادة دار لي فروسي 400,000 ورجعت لي تبارني لي راه كوميسيون مش عارف شنو. والله قلت له روح هكذا، والله ماني عارف كيف كسر، والله غير كسر مين نخدم بيه، مين نخدم بيه على بالك نصور فيه شغل مشكلة كاع. والله غير فريمون دار لي مشكل في راسي، راني غير خمم جاتني كورسة غير ماكش كيف انا والله غير كسرني على بالك ولا تو على بزاف وما حد يقرا حد ربع الماكسيموم بزاف والله غير بزاف وانت ما نعرف حتى واحد زعما يمكن يعاوني ولا عاود واش نقول لك انا عندي واحد صاحبي لاباس ما في صرالي اليوم كاتيما تاعك هو معيط ونتريتي معاه هنايا راه تعرف واش في سيد على بالك يفري هذا سي بيان سور كوا اي خلاص من بعد عيط له صاحبك هذايا فقهي وهذايا يا عم كي جات فقهي وتبع بوليس وقهوة هذايا نزول قهوة شي قهوة قهوة لهنا السيريزي بصح هذه رشوة هذه زيدان خويا وين شكون قال لك رشوة شكون اللي قال لي زيد يجري لك على كواغطك ما تقوليش رشوة راهو يجري لك هذا الانسان على كواغطك وعادي وتولي خدام ولا ماك اللي ما كان والو شكون خدمتو هكذا اي دوك الغالب سيد خدمتو هكذا صافي القهوة شابة يجري لك على امانتك يجيب لك ويلقاتك وتعشي لاباس لاباس وتولي خدمتك وراك خدام والحمد لله يفريها سيدا يفريها اوفيسيال يا خويا شنو ماشي رشوة أكد لي هذه خويا اسمع خاف ربي هذه رشوة دوك انت كيفاش تخيلها رشوة هذا راه تعطي له قهوة السيد يخدم خدمته لا باس تعطي له حاجة باينة قهوة شابة يروح يجيب لك بطاطس وراك خدام أنا بور مو أنا ما فهمت عمل معاه هكذا يا خويا إذا كانت هكذا كيما تقول هكذا يمشي رشوة عيط له والله يربح يعطينا صلاح برك هذا واش كان وين يهلفك وسون بروبليم شحال السوم شحال ما تعيط أنا نظري نخدم معاه 300 ما يعرفش يقول لك 400 500 بصح ما كاش مشكل نبكي مع صاحبي ولا غير نبكي مع صاحبي ما كاش مشكل دوكا يجي معايا يقولوا بإذن الله يا ان شاء الله تفرها برك والله تعالوا تعالوا السلام عليكم واش راك غادي لاباس لاباس الله يسلمك قال حمد بابك عندي مشكل مع واحد تحبيبي خويا نحاولوا بالمي ثاني صرا له مشكل كيما انا بالذات ماذا بك تجي لنا في القهوه تاع تحبيبنا اللي ما فيها قالك كي تهبط وين الكيسري اللي حل جديد اللي نضحكوا عليه فوالا هذاك هو اروح رانا في النار راح نشوفك فاش ندير يرحم يمنا ميرسي بيان الله يحفظك صح واش غادي سي بون راه جوي 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 صباحو الله يعطيك العافيه وانت الحمد لله الحمد لله الله يسلمك كيفك انا مع المشاكل ربي يفك حبالكم امين ان شاء الله
المفيد هذا حبيبي وقرا معايا من الصغر شيخ اخوه هاك معايا صرا له بروبليم لحقوا الفهمي قلت له عندي واحد حبيبي يا خويا ها هو فهمك اش مشكل خو ما كان والو وين حولك فبالي لاني جون تما خرج لي المطار هكايا تحرق لاني جون نمشي فيها دار لي بروسي تاع 400-400 دينار وقال لي روتري كوميسيون كحله واش تاع مسحق والبيرمي تخليه ماشي مشكل نجيبوه تفريعه زعما ماشي مشكل كاع الله تعمل فيه كل شيء يمشي حبيبي معنا الله يحفظك ليه هي رانا هنا الله تعمل فيه مصيبه الله لا مشكل وسما راني فهمت راني قلت لك وزي تشوف معاه بالك اش ما تنحيلو بالك اش ما نش عارف ايه قادر ودي ما عندوش مولا وليداتو ما عندوش الله صح عندوش ولا انا نبكي اكثر منه ما عندوش بيبي انا نجيب لك بيرمي تاعي تدخل به دراهم الله نخدم يا خويا 500 نريق لك كاع الله فينا الله غير يا ديك عليك الشير شوف من تالي نهضروا زوج كلمات ونقصوا الحديد البيرمي وقتاش يكون عندي حبيبي غدوه يكون عندك بارك صح واش من اي حاجه واش من الوقت نقلب لك امور واش من الوقت نهضروا ديريكت واش من الوقت هذا الوقت اللي تساعدك صافا وين تلاقى نتلاقاو هنايا هيا خلاص على بركه انا ماشي كاع بروبليم اللي هي رانا 500 وكيما تلاقينا اليوم نتلاقاو غدوه وثاني ماشي مشكل عندك حبيبي الله يجازيك بخصوص هذا الامر دوز ليا ليك الله يرضيك حبيبي حكم جابك لي يا ربي على اخويا الله يستر الله يسترك ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون عدنا والعود أحمد بعد أن رأينا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات أيها الصائمون أيها الصائمات كيف العالم اليوم يتحدث عن الرشوة والربا. هناك مسائل مهمة اتفق عليها كل عقلاء الأرض وهي مسائل تخص الإنسان بغض النظر عن انتمائه للدين ومنها هذان المسألتان الماليتان. شوفوا يا إخواني في الإسلام عندما ينهي الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان ويصبح أقرب إلى الآخرة كل الأسئلة تأتيك فرادا إلا المال يأتيك السؤال عنه في اثنين من أين اكتسبه وأين أنفقه. كذلك بالنسبة للربا والرشوة الربا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكرها 7 مرات وهو يحذر منها ويحذر فيها بل بالعكس قال فأذنوا بحرب من الله. والرشوة ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرشوة هي بهذا المعنى بحيث تؤمن جوعة الناس وتسد لهم عوزتهم وتستر لهم عورتهم. الرشوة أن لا تأخذ مالا لا يحق لك فيه. أما الربا فالله سبحانه وتعالى قد فصل فيه تفصيلا في الكتاب قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ليس مسألة أخذ مال فقط بل هو اقتناص لذلك المال بغير وجه حق. الربا اليوم عقلاء العالم اليوم يا إخواني في بريطانيا في هذا البلد المتقدم اقتصاديا الآن التوجه باتجاه البنوك التي لا تتعامل بالربا وهذا توجيه اليوم لعالمنا العربي والإسلامي. عندنا في الإسلام بدائل عن القروض الربوية عندنا بدائل يستطيع أن ينتج بها الاقتصاد الإسلامي ما هو أفضل. اليوم لما بلد متطور مثل بريطانيا يوجه كل مصارفه من أجل أن تعمل خارج مسارب الربا من أجل أن يعلم الناس أن هناك إرادة إلهية في مسألة إحلال البيع وتحريم الربا. يربي الله الصدقات ويمحق الربا. يربي لك كل عمل خير في إطاره ولكن إذا خالفت هذه القواعد الله سبحانه وتعالى يجعل الوبال عليك. والله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم
إنهم مسؤولون. إذن أيها الإخوة والأحبة، يا من جعلت الرشوة سائغة لك وأردت بذلك تكثير مال، ويا من جعلت الربا وحسبت أنك ستضحك على الله سبحانه وتعالى بأسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان، اعلم أنك قادم إلى ملك الملوك في محكمة قاضيها رب العالمين، سيسألك فيها عن مالك، من أين أخذته وأين صرفته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.